السلام عليكم، welcome everyone. We continue with our unit number 7. نكملوا مع محورنا رقم 7 celebrations، الاحتفالات. Page 72، يعني صفحة 72. Task 3، تمرين الثالث في أول صفحة، يقول لي listen، استمع، and match، واربط the celebration day، يعني يوم الاحتفال أو العيد كما هو هنا يعني بالمعنى، to the right picture، يعني اربط بين يوم الاحتفال أو العيد مع الصورة الصحيحة المناسبة لهذا اليوم أو العيد. أعطاني هنا يا 5 صور في الأعلى، وأعطاني أسفل الصور يعني 5 أسماء، يعني 5 names of celebration days، يعني أيام احتفال أو عبارة عن أعياد سواء وطنية أو دينية، سواء religious أو national أو وطنية. ليه نبدأ الآن؟ قال لي listen، نسمع أولا إلى يعني مقطع صوتي، لكن كالعادة أنا أقرأه لكم كنص باش نحاولوا نعتمد عليه في الإجابة، وإن كان يعني تلاميذ الأستاذ يقدروا يجاوبوا مباشرة يعني بدون هذا النص، اعتمادا على يعني الثقافة العامة وعلى الصور موجودة هنا. النص فيه In Algeria there are many celebration days، يعني في الجزائر يوجد هناك عدة أيام احتفال أو قولوا أعياد celebration day. Religious and national، religious قلنا ديني، national وطني. For example، مثلا لما نقول for example، مثلا عيد الفطر، عيد الأضحى and المولد are religious days، يعني عيد الفطر الأضحى والمولد راهي يعني أيام أو أعياد دينية. ثم the independence day، عيد الاستقلال، and the revolution day، يوم الثورة أو عيد الثورة، are national ones، يعني هي أيام أو أعياد وطنية، أعياد وطنية. أوكي، نرجع الآن للتمرين تاعي. أعطاني اليسار بالأحمر الأعلى، نقرأ أسماء الآن الأعياد والأول أيام، celebration days، عيد الفطر بالأحمر، برتقالي اليسار عيد الأول بالأحمر عيد الأضحى، ثم الثاني بالبرتقالي عيد الفطر، ثم في الأسفل في الأخضر هو Independence Day عيد الاستقلال، ثم بالأزرق فوقه عندي Revolution Day يعني عيد الثورة يوم الثورة، ثم بالأخضر عندي في الأعلى اليمين تحت الخروف عندي المولد، مولد النبوي. الآن نبدأ من اليسار اليمين، عيد الفطر عيد الأضحى، ما هي الصورة مثل عيد الأضحى؟ يعني هنا يا سؤال خصوص التلاميذ، يقولوا عيد الأضحى واش ندير؟ What do we do؟ Of course we sacrifice sheep، يعني نضحوا بالخروف أو الكبش. إذن هنا نربط عيد الأضحى مع صورة الخروف sheep. Okay good. ثم عيد الفطر برتقالي، عيد الفطر عيد الفطر معروف أنه فيه الكيكس والبسكيتس يعني الحلويات والجاتو إذن هنا نربطه بالصورة المباشرة فوق الخروف فيها الحلويات والحلاقم وأنواع الجاتو الكعك. أوكي، ثم عندي Independence Day يعني يوم الاستقلال، لكن حذاري عندي صورتين هنا يعني يشبهوا أنهم يكونوا Independence يوم الاستقلال، لكن هناك فرق يعني مهم. الصورة الأولى اللي فيها علم وفيها شاحنة فوقها الناس، الناس هنا يحتفلوا بعلم الجزائر يعني يوم الاستقلال. والصورة الثانية هنا اللي حذاها على اليسار فيها كذلك علم وفيها كذلك جنود يحتفلوا، ولكن هنا يا ماذا؟ فيها أول نوفمبر، ركزوا مليح، وهذا مرام جنود يعني حين قاتلوا مش يحتفلوا. إذن هنا يا نربط إندبندنس داي بالصورة اللي في الأعلى في الوسط، وليس اللي فيها أول نوفمبر، لأنه أول نوفمبر ما هو نوفمبر؟ هو ريفولوشن داي، عشان داي نربطوه ب الصورة اللي فيها هذاك السودة يعني الجندي وفيها نمبر 1 رقم 1 ونوفمبر هو ريفولوشن داي. أخيرا قال لي المولد، مولد النبوي الشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، نربطوه بماذا؟ نربطوه بالصورة اللي فيها محمد صلى الله عليه وسلم، هنا اللي فيها الكعبة ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو
جواب الصحيح. تاسك 4 التمرين الرابع يقول لي classify the events in the table، يعني رتب الايفنتس هذه يعني الـ الايام او الاحداث هذه في الجدول. هنا اعطاني جدول فيه شويه فيه يعني تو بارتس، قسمين او تو كولومز، خانتين عمودين. فيه ناشونال داي يعني يوم وطني او عيد وطني، وفيه ريليجيوس فيست يعني عيد ديني. واعطاني الازرق هنايا ماذا؟ مجموعه اسماء of celebration days ولا feasts، يعني اسماء تاع ايام احتفالات ولا تاع اعياد وقال صنفها. اذا كان هذا العيد او اليوم وطني نحطه في الناشونال داي، اذا كان دين نحطه في religious feast. نبداو الاول على اليسار revolution day يعني يوم الثوره وعيد الثوره، ونضعوه في يوم وطني خاص بالجزائر، هذا اذا في national day هنا. ثم عيد الفطر هو عيد يعني المسلمين اكل، هو religious feast نضعه في religious feast يعني هو يعني عيد ديني ليس خاص فقط بالجزائر وطنيا. المولد كذلك يحتفل به يعني بعض الناس في على اعتبار انه عيد يعني هو يوم نضعه هو يعني ديني، نضعه في religious feast يعني في الأعياد الدينية لبعض الناس. ثم عندي عيد الأضحى يعني هو عيد يعني ديني تاع المسلمين، جميع المسلمين إذا نضعه في كذلك religious feast. ثم عندي Independence Day يوم الاستقلال اللي خاص ب our nation دولتنا الجزائر، نضعه في National Day. ناشونال داي هكذا نكونوا صنفنا هذه يعني الدايز سليبريشن دايز والفيست في هذا الجدول. على اليسار هنا عندي علم سموه فلاج الجيريان فلاج علم الجزائر وعلى اليمين عندي هنايا موسك يعني مسجد، موسك هو المسجد. شكرا.